الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، قيوم السماوات والأرضين، إله الأولين والآخرين، لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه والتذلل والخضوع بين يديه. سبحانه وتعالى خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، استهل ربنا سبحانه وتعالى حديثه عن معجزة الإسراء والمعراج بقوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. بعبده، هذه الكلمة التي بها بدأت رحلة الإسراء، بعبده، هذه الكلمة التي تتلاشى عندها الأسباب وتبدأ معها قوة مسبب الأسباب، بعبده، هذه المكانة والمنزلة التي وهبها الله سبحانه وتعالى للأصفياء من خلقه وعباده، بعبده وصفت بها الملائكة، فقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. بعبده، هذه الكلمة التي وصف بها أنبياء الله ورسله، فقال ربنا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبادنا، عبادنا، فما أبهاها من منزلة وما أرفعها من مكان أن يصير الإنسان عبدا لله. إن الله سبحانه وتعالى يا إخواني جعل تمام الحرية في عبودية الإنسان لله، جعل كمال العز في خضوع الإنسان لله، جعل تمام الرفعة والمكانة في أن يخفض الإنسان رأسه بين يدي الله. ولذا كان السجود هذه النقطة التي يكون أقرب الإنسان منها إلى الأرض، حينما تنزل الرأس سجودا لله، عندها وعندها فقط يكون العبد أقرب ما يكون من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إن منزلة العبودية يا إخواني هي حل لمعضلات الحياة، هي تيسير لصعوبات الحياة، هي تطليق لكل مشكلاتها، لأن فيها يلتجئ الإنسان إلى القوة القادرة. ومن أقدر من الله؟ فيها يلتجئ الإنسان إلى الغنى، ومن أغنى من الله؟
فيها يلتجئ الإنسان إلى القدرة المطلقة، ومن أقدر من الله؟ فيها يتجه الإنسان إلى العلم المحيط بكل شيء، ومن أعلم من الله؟ فيها يلتجئ الإنسان إلى حكمة مدبرة مقتدرة، حكمة بالغة، ومن أحكم من الله سبحانه وتعالى؟ فيها يتنازل الإنسان عن كل قوة ويتبرأ من كل قوة، ويلجأ ويتمسك بقوة واحدة وحول واحد، هو حول الله سبحانه وتعالى وقوته. فما أغنى هذه العبودية يا إخواني؟ ما أغنى أن ينسى الإنسان ما يملك؟ ما أغنى أن يتبرأ الإنسان مما يملك ثم يتوجه فقيرا منكسرا ضعيفا ليفخر بهذا المقام، هذا المقام الذي به رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات حيث لا قوانين. هذه المنزلة التي بها رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ما رأى في هذه الرحلة المباركة، وجعل الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين نصيبا مما جعله خاصة ملائكته وأنبيائه. إذا كان الاصطفاء هو شأن أنبياء الله سبحانه وتعالى، فإن الاصطفاء يصبح شأنا من شؤون الأمة إذا أخذت قبسا من قبس النبوة. ربنا سبحانه وتعالى حينما تحدث عن كتابه قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والأمة حينما تتمسك بهذا الكتاب الذي أنزل على الرسول، بهذا الفرقان الذي نزل نورا في الأمة، تصبح مصطفاه بقدر تمسكها. فهذا الاصطفاء لم يكن خاصة النبي، وإنما قال ربنا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إنها الأمة يا إخوة. إذا كان ربنا تحدث في مقام الامتنان الذي نزل على عبده الكتاب، قال: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فالأمة تكون مصطفاة بنزول هذا الكتاب وبإخراج الناس من الظلمات إلى النور أيضا. قال ربنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد سبقت كلمته لعباده المرسلين: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فإن الأمة إذا دخلت في هذه المنزلة، منزلة العبودية، يلحقها ما لحق الأنبياء من تمام النصرة. قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأتت بها واضحة صريحة كاشفة سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هل دققنا فيما ذكرنا؟ من الذي وعد؟ إنه الله. ومن الموعودون الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ بماذا وعدوا؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. والأحوال كذلك، كيف نصر؟ قال ربنا: يعبدونني
لا يشركون بي شيئا. فمن أراد يا إخواني تمكينا وبلوغا بالتمكين كما كان لأنبياء الله ورسله فالمجال مفتوح، المجال مفتوح، تفضل إلى عتبة العبودية. ألم يكن ربنا عن سورة هذا التمكين في سورة الصاد: فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. تريد تمكينا كتمكين أيوب، كتمكين سليمان، كتمكين داود؟ العتبة موجودة، ذكر ربنا لهم وصفا ثلاثتهم في هذه الصورة: العبد، عبدنا داود، وقال عن سلام نعم العبد إنه أواب، وقال عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد. فإذا أردت تمكينا كتمكين داود وملكا كملك سليمان وشفاء كشفاء أيوب، كن عبدا مثلهم. ولأجل ألا يظن الإنسان أنه كلام، الله سبحانه وتعالى أعطانا طرفا من هذه العبودية. ماذا قال عن داود عليه السلام؟ قال: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ثم ماذا؟ هل هناك صعب في هذا الوصف الذي وصف به سيدنا داود؟ استغفر ربه وخر راكعا وأناب، فقال ربنا: فشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. من الذي شد له الملك؟ من الذي رزقه بالحكمة والقوة؟ من الذي آتاه هذا الملك؟ إنه الله، بعد أن دخل إلى مرتبة العبودية، مرتبة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ربنا سبحانه وتعالى قال في حديثه: عبدي أطعني أملأ قلبك رضا وأسد فقرك. إنه نور من الله يسلط علينا بمشكلات الحياة، بما أننا في الحياة إذن هناك تكليف، بما أننا في الحياة إذن هناك صعوبات، بما أننا في الحياة إذن هناك احتياجات. كيف يطوي الإنسان هذه المرحلة كلها؟ كلها تطوى بأن يصبح الإنسان عبدا. قال: أملأ قلبك رضا وأسد فقرك، تستلذ بكل ما أوتيت. يطلقك الفقر طلاقا باينا لا لقاء بعده، لأن الله سبحانه وتعالى سيسد فقرك. وكيف بأن يدخل الإنسان عتبة الطاعة يلج مقام العبودية؟ وقالها ربنا سبحانه وتعالى في حديث المحبة: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. اسمع: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كيف يصل الإنسان إلى أن يقول يا رب فيقول الله سبحانه وتعالى له: لبيك؟ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الخطوات إليها هو ما ذكر قبلها، عتبة العبودية.
أن يراني الله سبحانه وتعالى مهموما مكبوبا على عبادته وطاعته، فإذا هو في سمعي وبصري ولساني ويدي. والحديث مروي في البخاري، أتعلمون ماذا قال بعدها الله؟ قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله سبحانه وتعالى في أليائه يفكر فيك، فيك أنت، فيما يسرك، فيما تقر به عينك، فيما ينقبض إليه صدرك، لأنك أصبحت عبده، أصبحت ملكه، فهو يأتيك بما يرضيك فيكره أن يأتيك بما يسوءك. كيف يعيش الإنسان هذه الحياة حينما يدخل على الله من هذا الباب؟ ويا إخواني، الإنسان حينما يصير عبدا لله لا ينقصه شيء، هو فقط يتحرر من قيد الأسر والعبودية. وذلك قال أئمتنا هذا الكلام، قال: إن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل الإنسان، أنزل الإنسان ومعه نصيب من الحب، فإن لم يوجهه لله وجهه لغير الله. عاطفة موجودة، رزقتها مع نفس الحياة، نزلت إلى الأرض وعندك نصيب من الشغف، من المحبة، إن لم توجهها لله وجهت لغير الله. القلب ينبغي أن يعشق ويذوب من العشق، إن لم يكن عشقا لله فعشقا للدنيا وملذات الحياة، فأي عشق تحب؟ ستعشق، ستعشق، فأي عشق تحب؟ وأي دفء تريد؟ وأي وصال تفضل؟ قال: وينزل معه نصيب من الدمع، فإن لم ينزل محبة لله نزل مخافة منه. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في الحديث: لأجمع على عبدي أمنين وخوفين، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. قال: وينزل معه نصيب من العبودية والرق، فمن كان عبدا لله كان سيدا مطاعا في هذه الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وأن يجعلنا من عباده المصطفين الأخيار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ونبيك ورسولك. ما قلناه يا إخواني ذكره ربنا في سورة الذاريات، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإمام ابن تيمية رحمه الله قال: والعبادة هي كمال الذل مع كمال المحبة. حينما يخضع الإنسان لله خضوعا تاما ويحب الله سبحانه وتعالى حبا كبيرا، هو بذلك يعبد الله: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، عليك متوكلين، إليك منيبين، ارض عنا وأرضنا، ارض عنا وأرضنا، اهدنا ويسر هدانا إلينا، اهدنا ويسر هدانا إلينا، اهدنا ويسر هدانا إلينا. اللهم إنا نسألك من كل خير
خير خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل طاعتك أحب الأشياء إلينا، واجعل معصيتك أبغض الأشياء عندنا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، انظر إلينا بعين الرضا والرحمة. اللهم انظر إلينا بعين الرضا والرحمة. اللهم انظر إلينا بعين الرضا والرحمة. اللهم إنا نسألك رحمة لا تسخط علينا بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رحمة لا تسخط علينا بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رحمة لا تسخط علينا بعدها أبدا، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اجعل بيوتنا قبلة ونقيم الصلاة. اللهم اجعل بيوتنا قبلة ونقيم الصلاة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أذن بعز الإسلام ونصر المسلمين. اللهم أذن بعز الإسلام ونصر المسلمين. اللهم اجعل راية الإسلام عالية خفاقة في ربوع الدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تكتبنا من عبادك الصالحين، من عبادك المخبتين، من عبادك الأوابين، من عبادك المتقبلين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا رمضان ونحن على ما تحب وترضى، واجعل زادنا إليك التقوى.